طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. في أول حاجة نخش على طول في تتبيلة السمكة، القرص. القرص طبعا سمكة حلوة جدا، والأفضل ما هرهاش أو ما خلاش تتطرس عليها في التسوية عشان أستفيد بكل حاجة فيها. وطبعا السمكة حكوا شايفيني غالبا ما عنديش غيرها النهاردة، فبالتالي عايز أتعامل معاها وكأني أحمل يعني عزومة. ممكن حابين نزود أوكي، مش عايزين نزود مفيش مشكلة، بس حبيت يعني إيه أوضح الأمور في منتهى البساطة. طيب أول حاجة عندي بسم الله الرحمن الرحيم حشو. هجيب عندي توم شرايح، ركز معايا يا فندم، بسم الله توم شرايح حلو، وعليه كمان حبة كرفس مفرومين بالعيدان. شوف شايف الخضار عامل ازاي، ده مهم جدا التفاصيل دي، ريحته حلوة. وعليهم كمان تاتش شبت، شوف، وعليهم حبة كزبرة خضراء. طب بقدونس اقول لك لا ملوش حاجة يعني مش شرط، حلو، بص الخضار عامل ازاي، وعليهم كمان قرن فلفل لو حبينا كده. تمام لحد كده؟ تمام جدا. طيب وايه كمان يا شيف؟ عندي جزرايا ناعمه جدا في النص، شايف عامله ازاي؟ ده في حشو، يبقى الكرفس والجزر والثوم والفلفل الحار مع بعض، لسه ما عملناش حاجه. بص المنظر فريش، تحس ان هي سلطه. بص المنظر عامل ازاي؟ الخضار باين، ويهمني جدا الفريش بتاعه كده، ما احطوش بقى خل، ما احطش عليه ليمون، ما اهروش بحاجه، انا شايفه كده ان هو تمام التمام. طب هنعمل ايه؟ نبهر بقى تبهيره حلوه. بسم الله، بهارة سمك، هاخد عندي كده نص معلقة لطيفة، تاتش ملح لطيف، حلو كده بهر الحاجة، سنة كزبرة ناشفة تبقى تست كويس، وفلفل أبيض، وهاجي عليها راح مديها إيه بقى؟ بص بقى كلام، سنة زيت زيتون بس كده، تبقى طرية معايا كده، وأرجع تاني راح أعمل كده. شوف بعمل إيه؟ بقلب كويس أوي البهارات في كل حاجة زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطة. شكرا، راح أعمل كده وجايب عندي بقى السمكة ونشوف حكايتها إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي السمكيه. قبل اي حاجه نجيب منديل وننشف السمكيه، مهما كان لازم ان حاجه تنشف كده وتبقى نظيفه بكل التفاصيل كده. حلو الكلام ده، كلام جميل. طب وبعدين يا شيف هتعمل ايه؟ والله هنعمل حاجه حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما حضراتكم شايفين السمكيه ما فيهاش اي حاجه خالص، والجرنش ده هشغله عندي برضو، ولكن خلينا نشوف هنعمل ايه. نعمل ايه بقى؟ احنا كل مره بقطعها كده، كل مره بقطعها كده، ولكن خلينا نعمل حاجه حلوه قوي. هنعمل كده بسم الله، لا نجيب حاجه ثانيه، لحظه واحده. بسم الله، معايا يا فندم؟ حلو حلو كده. تاني بعمل كده، بص بعمل ايه كده، وهجيب عندي الحشو اللطيف ده وراح اعمل كده. شوف شايف حشو السمك كده، وراح جايب عندي ليمونه، وبص ازاي من حته هنا، وراح قافل كده. حلو الكلام ده، كلام جميل وزي الفل ان شاء الله. وبعدين اقول لك حالا هنقول ايه بالظبط. جايب عندي خل لطيفه وراح اعمل كده، وروح بص عامل ايه، وراح جاي عامل هنا كده تاني، واخد دي كده كمان، بص كده اهو. الهدف ان انا اقفلها وهشيلها ان شاء الله في النهايه. حلو الكلام، كلام جميل وزي الفل. طيب بص الملامح هنا بقى، عايز اتبل ده، هنتبله ازاي؟ نفس التتبيله دي هزود عليها بقى، بص هنا معلقه هريسه فلفل رومي، وهجيب عندي نص معلقه كركم على نص معلقه الكاري، ده التتبيله الخارجيه بقى، وعليها تاتش زيت كمان، وعليها عصرة ليمون بس كده. حلو، وراح جاي مقلب كويس قوي الخلطة الحلوة دي، شوف الملامح، وروح عامل ايه بقى؟ جايب السمكية، شوف كده يا فندم معايا، وعامل كده، شوف بدهن وبحشي السمكية المطرح ما احنا عملناها، خدت بالك؟ شوف، والناحية التانية ماسك السمكية كويس كده، وراح اعمل كده بس كده. شكرا، تمام التمام، واضحه كده، وراح موسع على كده، منزلها هنا عند القطاعه، شايف الملامح، واخد بعضي رجع دي بس تاني معلش مكانها، واطلع على فين؟ يلا بينا على الفرن. اتفضل الفرن ده احسن عشان تحت منه ورقه المونيوم، فهتشيل اي حاجه تقع من السمكيه. بسم الله، شكرا. سمعت الطشه دي؟ ده معناه ايه؟ معناه ان الشواية كانت شغالة، او الفرن كان شغال قبل ما اشتغل بشوية،
عشان اسمع الطشه دي عشان ما تجيبش مني ميه واحس ان انا يعني ايه فاهم. طيب قبل ما اروح اخش على حاجه تانية عايز ارجع تاني واجيب حبه زيت على وش الحاجات دي واجيب فرشه كده. اتفضل تعال على حط على 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 الفرن تاني. بص كده يا فندم ابدا بقى ايه المع اي حاجه ايديا ما طردهاش في التتبيله. شوف كده ادي السمك القاروص بشكل بسيط في البيت بالهنا والشفا. كل شويه اعدي اعمل نفس الحركه دي واحده واحده. هنشوف تمام لحد كده. تمام ده ايه بقى الخضار؟ عندي بصلايه حلوه لوحدها كده على نار سخنه لوحدها خالص ماشي الكلام معاها. بص بقى اللي جاي مني هديها الاول بس سنه زيت نشوح وناخد رواق حلوه. زيت زيتون ده مهم جدا وما سيبش زيت زيتون يتحرق مني ولا يأكسد مني ولا يخش في مرحله التشويح الكتيره. انزل على طول بحاجتي اول باول. انا مش عارف يعني اللي قطع الخضار ده يعني بخيل قوي. بص بخيل قوي. بص قد ايه نص في الفلايه دي ولا ايه؟ بخيل والله مش كده. ده لو هو يعني عارف انت لو ورقه وقلم مش هيعملهم كده. ماشي هنعمل كل حاجه باذن الله. انا ادي الفلفلايه اللي انا عايزها سريعا. كل ربنا عندنا كتير اهو ما شاء الله. معلش لحظه واحده معايا. حط دول معاهم برضو كده. نرجع بسكينة لطيفة نقطع كده اهو. بسم الله فندم. هبه هانم صباح الفل. اهلا وسهلا بيك يا فندم. الله يخليك ويبارك. اخبارك يا فندم؟ كله بخير الحمد لله. كل سنه وانت الحمد لله يا فندم. تحت امرك امر. انا كنت عايز اعرف طاجن الصبيط في الفرن عينيا احمر ولا ابيض يا فندم؟ بيتعمل بالكاليماري ولا لازم بالصبيط يا فندم؟ بيتعمل بالكاليماري ولا لازم بالصبيط؟ ده او ده يا فندم عادي. طب بيتعمل ازاي بقى؟ حاضر. حضرتك تحبيه صوص احمر ولا ابيض؟ لا احمر. احمر سبايسي. اوامر. حاضر يا فندم. حاجه ثانيه؟ لا شكرا. صباح الكل وهنا. حاضر يا فندم. حاجه ثانيه؟ شكرا جزيلا. تحت امرك. حاضر. اقل من ثانيه مش احنا بنهزر. الخضار بس انا عايز ازوده شويه عشان كده ويمكن حلقه. معلش انا حبيت بس ايه المخرج العظيم كان معايا واحنا بنقطع الفلفل عشان بس فكره تهدير الفلفل. انا يمكن ما بقطعش خضار قدام حلقه كتير جدا لكن انا من الناس دي جدا بحبش ارمي اي حاجه بالخضار. بص كده انا هرميه عامل ازاي. شايف فاهم قصدي ايه؟ يعني انا مش بحب ارمي اي حاجه. البياض ده ممكن مش معايا الحاجات دي مش معايا بس انا شايف ان ده طريقه بسيطه جدا لخلي الخضار. ممكن لو قعدت اقطع قدامكم خضار ممكن تستغربوني كتير لان انا من الناس يعني اتعلمتها كده الشغلانه بصراحه. في حاجات معينه كده ممكن تمشي وفي حاجات ممكن تخلي شيف لو فاهم يبقى متضايق جدا. انا من الناس دي جدا يعني انا ضد رمي الخضار او رمي دوبري من الاكل او حاجه متقطعه غلط فده الشيف اللي قطع فهو مش شيف. اللي يهدر الخضار واللي يهدر الاكل اللي هو بيشتغل بيه هو مش شغلانته. فانا شايف ان احنا لازم ناخد بالنا من الحاجات دي وما نهدرش الحاجات. نركز شويه وناخد بالنا من الحاجات دي عشان دي مهمه جدا. الخضار ده خلصان انا عايز طعمه بقى. فلفل اسود. وهنا كنا بنتكلم على تاتش الكركم على كاري يدي تيست مختلف كده مش كتير. حلو بس كده
وروح اعمل حركه حلوه مع اللي هي التست وركن على جنب بقى خلاص. ايه الحركه الحلوه دي بقى؟ مكعب زبده، شايف ده يا فندم؟ بس كده، شكرا على كده، ده هيدي تست حلو جدا جدا. وكده انا خلصت فكره ايه الخضار اللي ممكن اوظفه. بص راح لفين، بس شكرا لك كده. طيب خلينا نرجع بقى للسمكيه ونشوف حكايه السمكه اللي احنا بقى لنا ساعتين بنتكلم عنها وفتحنا وقفلنا وعملنا ايه الحكايه بقى. اول حاجه نجيب المقص اللطيف ده كده عشان هي لو سخنه، وابدا ايه افك. بص كده يا فندم، دي اهم حاجه، كانت صغيره او كبيره، اي حد بيشتغل في المطبخ بيعمل اي تفصيله فيها توثبيك او الخله او الدباره او اي تفاصيل، قبل ما تشوف السمكه وتغرفها ترفع اللي انت عملته، ودي بتبقى اخر حاجه في التسويات وبتبقى اول حاجه وقت ما بناكل. حلو، شكرا، بسكت. طيب ايه بقى حكايتك بالسمكه؟ بص بقى الملامح عامله ازاي. اللون الاصفر ده لو حضراتكم فاكرين كان من الكركم وكاري. الخلطه الخارجيه دي اللي احنا عملنا لها خلطه حلوه جدا وعملناها كده. اما الحشو احنا قافلين عليه كده كده، بص عامل ازاي كانه ملحوم. هنفتح ونشوف. بص شوف الحشو، بص كده يا فندم، شايف الحاجه عامل ازاي؟ شايف الخضار باين عامل ازاي؟ خضار الخضار. يعني ايه خضار الخضار يا شيف؟ انت بتقول ايه؟ لا يعني ما تقرش في التسويه، فهاكل حاجه فيها ريحه حلوه فيها فريش، ده مهم جدا. طيب خلينا نرجع تاني للخضار بقى اللي احنا كنا ماسكينه بقى من شويه. سيب الصوص ده يتسبك، وعايز اقفل الخضار ده واديله تيست عالي بايه بقى تاني؟ انت خلاص خلصت؟ اقول لك لا، لسه عندي الخلطه دي، نطفي بس الفرن عشان ما يعملش عوق. حلو، الخلطه دي مش هرميها. اخبار الكفته ايه؟ شغاله. خلينا انا قلقان من الفرن ده، ناخد ده نودي الفرن التاني. معلش هطلعك فاصل. يا سلام، يعني انت غريب يا حسام. ايه يا بيه، في ايه؟ هطلعك فاصل. يعني انت مكسوب مني بجد والله يا بنت؟ مخرج البرنامج اطلع فاصل في اي وقت. طب هنزل بالخلطه الحلوه دي، شايفها يا فندم؟ هنزل بيها برضو على وش الخضار ده كله، بس كده واسيبها تاخد غلوه. شيف انت عارف بتعمل ايه؟ انت عارف تحط الخلطه اللي انت تبلت بيها؟ اقول لك بس مش على طول، لسه هتاخد تسويه تانية. ركز في الكلام. يعني ايه؟ تاخد من النفس اللي عندي ده كده وتزود لي الامور كده. ايوه بس، وسيبها شويه تاخد تدفى، وعندي فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نواصل. اتفضل.